نشوف مثال واحد يقول لي: تقدير متوسط عمر الموظف في إحدى الوزارات سحبة عينة عشوائية من 100 موظف، تبين منها أن متوسط عمر الموظف فيها 45 سنة، بانحراف معياري 7 سنوات. قدر بدرجة ثقة 95% متوسط عمر الموظف في هذه الوزارة. الحين عندنا المجتمع اللي هو هذه الوزارة، يقول في إحدى الوزارات، يعني وزارة واحدة، سحبت عينة. إحنا قلنا العينة يرمز لها بالرمز نون. نبدأ نكتب المعطيات في السؤال. يعني نون عندنا تساوي 100، منهم 100 شخص، يعني من الوزارة هذه اختاروا عينة اللي هي 100 شخص بس موظف. طيب المتوسط عمر الموظف فيها 45 سنة، لاحظ ان هنا سحبنا اول شيء عينة، يقول سحبت عينة، اذا مو المجتمع كامل، عينة من هالمجتمع 100 شخص، وتبين ان متوسط عمر الموظف، يعني متوسط عمر الموظف في هذه العينة 45 سنة. اذا المتوسط لعينة احنا قلنا يرمز له بالرمز سين بار، يعني عندنا سين بار تساوي 45 سنة. احنا لازم نركز في المعطيات، اذا جبنا معطيات صح خلاص راح نحل الباقي صح. انحراف معياري 7 سنوات، برضو الانحراف المعياري للعينة، حين ما زال يتكلم عن العينة، يعني الانحراف المعياري للعينة يرمز لها بالرمز عين، اذا عين تساوي 7. قدر بدرجة ثقة 95%، 95% هذه درجة الثقة. احنا قلنا ان يا لما تكون هذه الاشياء اللي لازم تنحفظ، شوف هو اعطانا اياها، قال درجة ثقة 95، احنا عشان احنا حافظين في 95 نعرف ان ياء عند درجة ثقة 95 راح تعطينا الرقم هذا، اذا ياء تساوي 1.96. خلاص احنا جبنا كل المطلوب، المعطيات اللي في السؤال، نشوف ايش المطلوب. المطلوب يقول قدر بدرجة ثقة 95%، احنا وجدناها، متوسط عمر الموظف في هذه الوزارة. يعني الحين يبغى المتوسط، المطلوب متوسط الوزارة كاملة او المجتمع، هذا المطلوب اللي احنا لازم نوجده. طيب نشوف اول شيء قانون حق تقدير المتوسط، تقدير المتوسط للمجتمع كامل، هذا قانونه، نكتبه ونبدا نعوض فيه. قانون يقول ميو تساوي سين بار موجب او سالب يا ضرب عين تقسيم الجذر للنون، هذا القانون. طب احنا عرفنا في الرياضيات قبل، في المستوى اللي قبل، ان موجب وسالب ايش معناتها، ان هذا القانون مره يكون بالموجب ومره يكون بالسالب، هذا معنات موجب وسالب مع بعض، ان مره موجب ومره سالب. طب اوكي الحين نبدا نعوض في القانون. ميو تساوي سين بار، عندنا نشيل كل واحده ونحط مكانها، سين بار عندنا قيمتها كم؟ 45. طيب موجب سالب الياء كم قلنا قيمتها؟ 1.96 ضرب العين كم قيمتها؟ 7 تقسيم جذر النون كم قيمتها؟ 100، ونقفل القوس. الآن بالآلة الحاسبة، ونركز في الآلة الحاسبة،
احنا ممكن نجيبها بشكل يدوي، ممكن نجيبها بالحاسبة. طب كيف نجيب؟ احنا قلنا هنا في موجب سالب، موجب سالب يعني مرة موجب مرة سالب، اذا يعني احنا مطلوب مننا ان ندخل هذه المسألة مرة موجب ومرة سالب.